السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. تحدي اليوم خطير، اسمه باركور تروفي تراك، خاص بالشاحنات لان تراك تعني الشاحنة. واو، هل هذه هي التروفي تراك؟ ليست شاحنة، عفوا، هي سيارة تشبه الشاحنة اصلا، عجلتها كبيرة شو جدا. سنكشف يا اصدقاء سنستطيع انهاء التحدي. مع الاسف ليست لدي سيارة كوستمايز من هذا النوع، سنختار داك. هذا فانه يشبه شيئا ما اللون. رقم واحد جانك، ليتس جو جانك. هنا سنقوم بتغيير الهلميت، لا استطيع تغيير الهلميت، لست متاكد لماذا. انا مستعد. تحياتي الشباب، مرحبا بالجميع. عدد الشباب فإن كثير، جاد، حافظ، ميد جيمر، جيمر شينغويكي، خالد، الفا، فاروق، حمزة، غاسونيك، سرادان وجيمر كذلك، والكثير من الاشخاص. صراحة عدد الشباب هائل اليوم. التحدي هذا سيكون خطير جدا، رائع، مميز. نو كونتاكت، بما انها نو كونتاكت من الضاير عليه انه سيكون صعب جدا. هاتي السيارة تشبه صراحة احد سيارات قمت بشرائها سابقا، وقلت لكم بان افضل سيارة تستطيع الصعود في الجبال. بوم، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وو المكابح. وو سنطير 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 مع البداية الطيارة. حسنا حسنا حسنا، تركيز 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 يا صديقي. ذلك الشخص لقد جاء وهرب عليه. ديس سيارة معدلة ام ماذا؟ اوكي ننزل، ليتس جو ليتس جو. هيا هيا الاكسيريشن الاكسيريشن. بوم، راقبوا. بوم، واو واو واو، طار طار. هو هذه سيارة معدلة ام ماذا؟ رايتموه؟ هو فعلتوها فعلتوها فعلتوها. واو، جيمر شينغويكي فعلها يا رفاقي، وطار. لديه سيارته خطيرة جدا. رايت اوه، مشكل انقلب. رايتم يا اصدقاء الشيء الذي حدث؟ سنعود بالخلف سنعود بالخلف، نمر بالخلف يا صديقي. ليتس جو، هيا هيا. جيمر شينغويكي يريد الفوز لهذا السبب لا اتركه. سقطنا كلانا، سقط الشخص الذي سيضغط على اف هو الاول. لا توقعت بانه هو، لكن ليس هو. ذهب ذلك الشخص، ركبوا ذلك الشخص. واو واو واو، هو غير مهتم نهائيا. ايتم من هو؟ رادان، رادان خطير. اول مره سيلعب معنا رادان يا رفاق. ورايتم الشيء الذي فعله؟ لقد ذهب ذهب، هو غير مهتم نهائيا لهذه العوائق. رادان خطير خطير. المهم لحظة التركيز لحظة التركيز، لدينا لاعبون خطيرون جدا. راقب راقب راقب، مشكل مشكل، انقلبت. رادان هارب هارب رادان. شيل شيل شيل، كيف يفعلها؟ راقبوه. واو 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 واو. سأضربه بالعين سأضربه بالعين وسيسقط. لا أتوقع ذلك. رادان خطير خطير، لقد داب داب داب. يا سلام، محترف في هذه الباركورات، لاعب خطير. حسنا سألحق به. جيمر مع الأسف ليفت، مشكل دائما جيمر لديه مشكل في الإنترنت. ورادان رادان رادان يركز الآن. أوكي هيا هيا، أكسيريشن يا صديقي أكسيريشن. هذه هي فرصتي لكي ألحق برادان. ممتاز، لحقت به لحقت به. أوكي لا لا لا، هذا هو المشكل هذا هو المشكل. برو ميد جيمر، قال لنا برو برو. نعم يا برو يا صديقي، نعم يا برو. جيمر شينغويك كذلك انزلق. رادان هارب هارب رادان. يا إما أنه لعب هذا التحدي سابقا، يا إما أنه محترف، واحدة من الاثنين. رادان خطير. ليتس جو ليتس جو. ومرة أخرى مرة أخرى، هنا الأمر صعب، هنا يجب التركيز، يجب التركيز لكي نستطيع الوصول لرادان، رغم أني لا أعتقد بأننا سنستطيع الوصول له. تخيلوا أنه ذهب ذهب، كيف في إمكاني الوصول له؟ رادان من بين الأشخاص المحترفين الذين سيفعلون هذا التحدي في خلال 8 دقائق فقط، وسيتركنا في الخلف. خطير جدا رادان. ذهب ذهب. اوكي اوكي اوكي، سأحاول اللحاق به يا أصدقاء. لن نسرع كثيرا ولن نتأخر كثيرا. هنا الزيكزاق، هنا الزيكزاق بهذه الطريقة. مشكل، ضربت تلك الكرة، يعني إذا أصبتم تلك الكرات ستخرجونها من الطريق وستسهلون المأمورية على الشباب عندما سيأتون. ضربت في تشيك بوينت وسقطت. 100% ستسقطون ستسقطون في تلك المرحلة، صراحة ما توقع. راقب راقب، مشكل مشكل مشكل. واو واو واو، توقعت باننا سنطير، ان هناك تلك القفزه، لكن لا. رادان هارب هارب، فرق بيني وبينه خطير. رادان جاء ودخل وسيدمرنا في هذا التحدي، ونحن النوبز نحن النوبز نعاني. شوف شوف، 50 ثانيه بيني وبينه. اوكي 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 اوكي، رادان از جون هي از جون. راقبوا اين وصل، هي از جون. ذهب هارب نهائيا، وتخيلوا هو يجري الان، هو الان يطير يطير مع الطيور في هذا التحدي. جاي جاي جاي، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هنا يا اصدقاء، واو واو واو، سامشل سامشل، عرفتوا رادان از جون، قلت لكم ذهب ذهب نهائي. هنا من الضروري المرور بين هذه العواميد، من الضروري المرور بهبوط، اما يجب الاسراع لا اعرف. هي هي، واو واو واو، سافحطوني سافحط. تحياتي لك يا صديقي رادان، ثانك يو برو ثانك يو برو.
رادان ذلك التحدي الذي فشلت فيه. انا متاكد ان رادان سيفعله بسهوله، سيفعله بما انه هرب علينا في هذا التحدي بسهوله، سيفعل التحدي السابع واراهن عليه صراحه. او البوس البوس مشكل مشكل، ضغطت على المكابح لا ضربت في تشيك بوينت الحمد لله. رغم هذا قال لي بانه يحب فيديوهاتي، فقلت لا تانكس برو يو ار برو. واو واو ها هو الان ينتظرني لكي يهرب علي مره اخرى. شاهدوه يا اصدقاء شاهدوه. مشكل مشكل مشكل، قفي قفي قفي، مشكل مشكل مشكل. راقبوا رادان راقبوا رادان. اتساءل هل رادان يستعمل المانيت ام لا؟ الشيء الذي سافعله هو سانظر يا اصدقاء عند فعل المونتاج لهذا الفيديو وساكتشف هل رادان يلعب بالبلاي ستيشن ام لا. هنا ساركز هنا ساركز. رادان في امكاني انهاء هذا التحدي كما قلت لكم في خلال 10 دقائق اذا اراد فعلها بطبيعه الحال. نفحط بهذه الطريقه ونتحرك، هذه هي الاستراتيجيه بطبيعه الحال. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اتساءل صراحه لانني اريد تجربه المانيت، المانيت الخاصه بالبلاي ستيشن 4 موجوده لدي صراحه موجوده، لكن تعودت لعب جي تي 5 بالنسبه للحاسوب بالضبط، تعودت بلعبها بالكيبورد والماوس. مثل هذه التحديات في بعض الاحيان الكيبورد والماوس لا يصلح. ما سافعله الان هو انني ساركز كثيرا لكي لا اضيع الوقت بطبيعه الحال. ان المشكل هو التركيز، لدي مشكل في التركيز عندما اعلق فانني لا اركز جيدا، والشيء الذي يحدث هو انني اقوم بفعل اخطاء بسيطه جدا وتلك الاخطاء تضيع لنا الوقت. هنا اكتشفت الاستراتيجيه، ضعوا العجلات دوروا بهذه الطريقه، ضعوا العجله هكذا دوروا. امر سهل هنا لحد الان، امر سهل وجيد، ويمكن السياقه كذلك هكذا. هذه هي افضل استراتيجيه صراحه، او يمكن هي هي ارجوك ارجوك. مشكل، اتمنى ان ياتي ميد جيمر وان ينقذ الموقف. لا سقط ميد جيمر، مشكل. راقب راقب راقب، اقتربت اقتربت. هي هي ممتاز، فعلتها. ليتس جو ليتس جو، لن نحتاج للمساعده. تحياتي لك يا صديقي ميد جيمر. راقب الفرق بينه وبين رادان، دقيقه رادان هرب. هي 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 ممتاز ممتاز. رادار خطير يا رفاق، إذا قالوا بأنه خطير فإلى خطير. تحياتي لك صراحة، لاعب محترف. هي بسرعة 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 بسرعة. هنا هنا هنا، هذا التحدي مميز، هذا التحدي. هي هي المكابح، جيد 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 الحمد لله. نتحرك ببطء نتحرك ببطء، نفحط قليلا. أحتاج لرفع تلك العجلة. الذي سأفعله هو أنني سأعود أعود للخلف لأن من واو واو واو. سقطت في الماء، سقطنا في الماء، سقطنا في الماء. وصلنا جيم الشينجو. أوكي أوكي أوكي. المكابح المكابح، حانت لحظة الهروب الآن. نسجل مقطع لأن هذه اللقطة خطيرة، هذه كأننا نسوق الماء. راقبوا ميد جيمر ميد جيمر دابا ميد جيمر كذلك، كأننا نسوق الماء في هذه الأثناء. وشاهدوا إذا فعلت هذه الاستراتيجية، استراتيجية التحرك ببطء، يمكن فعلها صراحة. لا أريد الإسراع كثيرا لكي لا أفعل الغلط. أنا الآن فإنني ذاهب بثبات. هاهاهاي التقي لاحقا صديقي جيمشي ويكي. السرعة من الشيطان، سرعة من الشيطان يا صديقي. سأتحرك أنا ببطء. ميد جيمر داب، ليتس جو ليتس جو ميد جيمر. نفعل أن أنا وأنت يا صديقي ميد جيمر. سقط المسكين ميد جيمر، على الأقل ضرب في تشيك بوينت، لا مشكل. يو ويل وين، يس يس يس، أي ويل ويت. لا تقلق يا رفيقي، لا تقلق لا تقلق يا صديق. يريد رضا صديق ولا انتظاري المسكين. حسنا حسنا، بما أننا أول مرة سنلعب معه فإنه يريد انتظاري. أوكي أوكي أوكي، أي ويل وين، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ممتاز ممتاز ممتاز. أوكي أوكي، هيا هيا انقلبي انقلبي. كيف هذا؟ مع الاسف مع الاسف فشلنا فشلنا. اف 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 على السريع. هناك علي، قلبوها قلبوها وتحكم فيها. حسنا الان الان الان، هيا 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 ليتس جو ليتس جو. سنضرب في تشيك بوينت، ضربت. هيا هيا وي ويل وين وي ويل وين. صديقنا فانه ينتظرنا، يريد مني ان افوز. لاعب محترف خطير، يريد مني ان افوز يا اصدقائي الاوفياء، يعني يجب علي الفوز، لا يجب علي ان اترك المجال للشباب. ممتاز، ضربت ضربت ضربت، امر خطير. ليتس جو ليتس جو، شجعنا رادان لكي نفوز، يعني علينا الفوز. حسنا حسنا، ساركز لا تقلق يا صديقي رادان، من اجلك ساركز، من اجلك ساركز. اوكي اوكي اوكي، جميل 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 جميل. ممتاز ممتاز ممتاز. هي هنا تحكم مرة اخرى، تحكم اكسيريش الان، جيد. هي هي هنا الاسراع، هنا السرعه، هنا اهجم. تشيك بوينت، نضرب في تشيك بوينت. هنا المكابح، حسنا هكذا هكذا فعلتها. هنا الان هكذا هكذا. واو واو واو، مشكل مشكل مشكل. هي هي هي، انتظر انتظر انتظر، هل اعيد؟ هل ساسرع بالاعاده؟ لا لا لا، نمر بالخلف، لن نهتم لن نهتم. ممتاز، تم قلبنا تم قلبنا. هي هي هي، توصير هي،
حيط في حيط. جيد ليتس جو. صديق هنا فإن انتظرنا صراحة كل شيء لكم. يستطيع إلى هذا التحدي في خلال 10 دقائق على حسب طول التحدي. المكابح هذا الروعة. هيا هيا كار إز سترونج. يس يس ميد جيمر. إذا كانت هذه هي السيارة أقوى سيارة صراحة فإنها قاهرة الجبال. يمكنها الصعود في جبل ماونت شيلياد من تقريبا أصعب منطقة. أصعب منطقة يمكنكم الصعود فيها لجبل ماونت شيلياد إذا أردتم. تخطأ يصلك الشباب. هذا صراحة هو السؤال المطروح. كأنهم يخطئون عن عام لأنهم يصلون لي بسرعة. بسرعة كبيرة يصلون لي. لست متأكد يا رفاقي مان. على الأقل تأخروا قليلا. على الأقل تأخروا قليلا. هنا نتحكم فيها. بهذه الطريقة شيء جميل. ليتس جو ليتس جو. حانت لحظة الهروب. حانت لحظة الهروب. جاي جاي جاي. جيمر شينج. صديقي رادان أنا جاي. انفجرت هذه. ممكن أن رادان فجرها. رأيتم هاتي هنا. قد انفجرت. 100% رادان هو الذي قام بتفجيرها. من الجيد أن فجرها صراحة لكي لا تفجرني أنا. بي جي باديز ليفت. تحياتي لك يا صديقي. ألفا سنو كذلك من بين اللاعبين الجدد الذين لعبنا ضدهم. فاروق لكن علي التركيز. قد لاحظتم. نظرت لألفا سنو وكيدت أن أسقط في تلك الأثناء. لا يجب قراءة صراحة أسماء اللاعب. واو اقتربت من الوصول يا رفاقي لمنطقة. لا أقرأ أسماء اللاعبين. مباشرة بعد الانتهاء من تسجيل هذا المقطع سأدخل وسأكتشف رادان هل يلعب بالكيبورد والماوس أم يلعب بالمانيت. هذا هو السؤال المطروح لأن صراحة خطأ خطورته تشير على أنه يلعب بالمانيت. هذا صراحة ما توقع. سأخبركم يا أصدقاء. يمكنكم أنتم أصلا العودة لبداية هذا التحدي وستكتشفون الأمر بأنفسكم. فقط انظروا لاسم رادان وشاهدوا هل امام من اسمه موجوده صوره المانيت. اذا كانت صوره المانيت موجوده يعني انه يستعمل المانيت. لكن اذا كانت صوره الماوس فانه يستعمل الكيبورد. مثلا ميد جيمر فانه يستعمل المانيت. في اغلب الاحيان سيستعمل المانيت الخاصه بالبلاي ستيشن 4. المانيت الخاصه بالبلاي ستيشن 4 صراحه رائعه لدي خطيره. لوك ياسين ديسبار از هارد. نعم نعم هاتي هاتي المرحلة خطيرة. هل تذكرتم؟ لقد لعبناها سابقا. الشيء الذي يجب فعله هو الجري بهذه الطريقة حصول على الأكسيريشن الدوران هكذا والقافز. تلك هي الاستراتيجية لقد تعلمناها سابقا إذا تذكرتم. فعلها كاد أن يفعلها صديقنا رادان. صديقنا رادان كاد أن يفعلها. هيا 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 بوم. ايزي برو ايزي. وصلت لك يا صديقي رضان. يا صديقي رضان هيا فلنرى مهاراتك يا رفيقي. واو واو لا هارد بالفعل هي هارد. هارد لماذا؟ لانه يجب عليكم الوقوف في الوسط. رقبوا 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 رقبوا. لايني تاب لايني تاب. واو كيت الافعال كيت الافعال. رادان سيفعلها. نعم بالفعل فعلها رادان فعلها رادان. قد هرب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هيا هيا ممتاز ممتاز ليتس جو. واو 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 واو. كان علي لا لا يجب التوقف لا يجب التوقف. قلت لكم كان علي التوقف لكن لا يجب التوقف لا يجب التوقف هناك. رادان فعلها هرب ذهب. يجب عليكم سياقة ذلك الحائط كذلك. اوكي 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 بوم. هيا هيا يا سلام يا سلام. روعة روعة روعة. الآن إيزي برو إيزي إيزي ناتش داش باد إيزي. ليست إيزي صراحة. الأمر صعب الأمر صعب خطير. هنا هنا سياقة الحائط. النهاية وصلنا للنهاية. نايس. رادان قال لي بأنه سيتركني لكي أفوز. وهذا واو 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 واو. ما هذا ما هذا ما هذا يا صقع. بوم فزت. فزنا بالمقلوب. رادان تركنا لكي نفوز يا صقع. رادان صراحة لاعب محترف بلا كذب. هرب علينا نهائيا. وصل تلك المرحلة وتخيلوا في كل مرة فإنه كان ينتظرني وبالفعل لقد قام بإنهاء السباق. نكتشف أين وصل ميد جيمر وأين وصل صديقنا جيمر شينغويكي. ميد جيمر وصل لهذه المرحلة. هو في الآن في المركز الثالث. يمكن لميد جيمر فعل ذلك التحدي. ولك ميد جيمر خطير. لك التحدي الخاص بالقفز فعله. الآن لاين إس أب لاين سيفعلها ميد جيمر. واو 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 واو. فعلها ميد جيمر. Let's go. Easy for mid gamer. Easy for mid gamer. مركز الثالث. Mid gamer فشل فشل في هذه المرة لكن في إمكانه السياقة في إمكانه السياقة وإنهاء التحدي بسهولة.
سيستطيع ايجاد الطريق. راقبوا زينه. نعم انا تحتي. سنذهب الان عند جيمر شينغ ويكي. راقبوا جيمر شينغ ويكي. جيمر شينغ لا قلبته يا جيمر شينغ ويكي. جيمر شينغ ويكي وصل الى تلك المرحله. تحياتي لحمزه بن شهيده وكذلك غاسونيكس وكذلك خالد كبال او خالد كبيل. جيمر شينغ ويكي هو الشخص الذي اقترب من انهاء التحدي. لا زال يعاني في هذه المرحله. هذه المرحله ممكن ان يتطلب منها الامر نصف ساعة ثلاث ساعات على حسب، لان هنا العكس. حاول نشرح الامر لجيمر شينغ ويكي لكن مع الاسف انتهى التوقيت وانتهى التحدي. تحياتي للجميع صراحه. ولا ننسى صديقنا البرو بلاير وهو رادان 59 خطير جدا، كان سيني هذا التحدي في خلال 10 دقائق بطبيعه الحال. ساقولها وساكررها لكن اراد انتظارنا واراد مني ان افوز. تحياتي له. وننسى نكون قد وصلنا لهذا المقطع، اتمنى ان اعجبكم. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين، سعيكم الله والذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا بان السلامه وخير ختام.